موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد، قال: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته. وإذا أصبح وأمسى والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم. فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. فهو أحد الطريقين، إما أن يختار العبد لنفسه الرب سبحانه وتعالى مقصدا ووجهة، وإما أن يلتفت عن ذلك ويكون حاله أنه يصرف ما كان سيصرفه لله سيصرفه للمخلوقين. فإذا كان توجه لله بالمحبة فإنه في هذه الحالة إذا أعرض عنه سيتوجه بالمحبة لغيره. ولكن الفارق أن الله سبحانه وتعالى يتحمل عن عبده همه وغمه وحاجته، ويذهب فقره وضعفه ومسكنته، وغيره لا يفعل شيئا من ذلك، بل تحسن إليه وتخدمه وتقوم عليه ولا ترى منه إلا السوء. فالعباد فقراء في ذواتهم، لا ينفعون أحدا ولا يضرون أحدا. قال الله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فهذا أصل لابد أن نعتقده. ابتدأت بذلك لأن هذا هو الأصل الأعظم الذي يحيا فيه العباد ويتجدد كل يوم. فمن أصبح على توكل وعبودية وإخلاص قصد كفي ووقي وهدي وأغني من الله سبحانه وتعالى. غير ذلك يوكل إلى ما توجه إليه. وإن من أعظم الأعمال التي بها ينشرح الصدر بعد الإخلاص الصدق. قال ابن القيم: أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب. فالكذب يورث
الرياء كذب بين الظاهر والباطن، والعجب لأنه كذب حال، والكبر منتفش بأي شيء يتكبر، والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمنى، كل هذا متفرع عن الكذب، إما كذب اللسان وإما كذب الحال وإما كذب القلب. فكل عمل صالح أو باطن فمنشأه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشأه الكذب، أصل يتفرع عنه. والله يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثبطه، عقوبة الكذب كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كذابين ما أرادوا. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ركن في نفاقهم أنهم كذبة، قال بأن يقعده ويثبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته، يجازيه الله عز وجل على صدق نيته وحاله بأن يأخذ بيده ويقومه على مصالح دينه ودنياه. فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب. وقد أمر الله عز وجل بالصدق، وأن نكون من الصادقين وأن نكون مع الصادقين. قال الله: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. معية، فهم الرفيق الأعلى. قال الله: وحسن أولئك رفيقا. ولا يزال الله سبحانه وتعالى يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيد إحسانه وتوفيقه، فإنهم لفي المرتبة العليا، فإن الله مع الصادقين ولهم منزلة القرب منه لأن لهم معية خاصة. وقال الله عز وجل: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أخبر أن من صدقه فهو خير له، لو في صدق في النية وفي التوجه لكان خيرا له. وقال الله عز وجل يثني على أهل البر بأحسن أعمالهم بأنهم أهل الصدق، قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا ذكره بعد أعمال ذكرها الرب سبحانه وتعالى، قال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. كل هؤلاء تفرعوا عن الصدق الذي هم عليه، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالصدق بالأعمال ظاهرة وباطنة، هذه أعمال ذكرها الرب سبحانه وتعالى في البر، إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والصلاة وصوم وإتيان للأموال، ظاهرة وباطنة مجموعها متفرع عن الصدق. والله عز وجل لما قسم الناس لم يقسموا إلا إلى صادق ومنافق، قال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فالإيمان أصله صدق وتصديق، والنفاق أصله وأساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما يحارب الآخر. وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينفع العبد يوم القيامة ولا ينجيه إلا الصدق، قال الله:
قال هذا، قال الله عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. أين بقية الأعمال؟ لا، الصدق يحويها. فصدق القول إذا دام يتفرع عنه صدق الحال، فيتسق الظاهر والباطن على مراد الله، فيصدق في وجهته، فلا يأبه بشيء إذا فاته، إذا أصاب وجهته فيصدق في ذلك. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقد أمر الله رسوله أن يسأله، أن يدخله مدخل صدق، وأن يخرجه مخرج صدق، حتى يبقى على الصدق هذا حيا وباقيا عليه. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأخبر عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين، قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وبشر عباده بأن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال الله: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فسمى العمل صدقا، والمقام صدقا، والمقعد في الآخرة صدقا. كل هذا يبين لك ما هو الصدق، وما منزلته، وما علاقته بالإيمان. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله والموصل إليه، وهو ما كان به وله، ما كان به سبحانه وتعالى وله من الأقوال والأعمال، وجزاء ذلك في الدنيا وفي الآخرة. فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا بالله وفي مرضاته، كمخرجه هو وأصحابه يوم بدر. لماذا خرجوا؟ صدقا. وكذلك مدخله المدينة، دخل المدينة صدقا بالله ولله، وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لم يكن لمغنم ولا لحكم ولا لجاه، فاتصل به التأييد والظفر والنصر، ونال به المطالب العالية في الدنيا والآخرة. وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك. وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه أو مدخلا آخر إلا بصدق أو بكذب. فمخرج كل واحد ومدخله لا يعد الصدق والكذب، والله المستعان. قال الله عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هنا مرتبة أخرى. هل الصادقون هم الصديقون، أم أن الصديقين مرتبة فوق مجرد الصدق؟ وهل هناك علاقة بين الصدق باللسان والصديقية في الحال؟ نعم، لا يكون صديقا أبدا ولسانه يكذب. فمن أدام الصدق بلسانه أثر ذلك في قلبه وفي حاله، فيترقى حتى يكون من منازل الصديقية. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهما. شايفه بعيد جدا. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء اللي مش شايفينهم بعيد قوي دول فوقنا في الجنة لا يبلغها غيرهم؟ قال: والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وصدقوا المرسلين. إذن هذا التصديق شأن آخر غير مجرد إن أنا أعرف إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول. صدقوا قولا وعملا وحالا.
فلم يعدلوا عن قوله وعمله وحاله، فصدق قولهم عملهم، وصدق عملهم الظاهر باطنهم، فاتسق الحال على الإيمان والتصديق. فهؤلاء بلغوا من المنازل ما بلغوا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. هذا قاله لرجل ظاهره عجيب، أسلم لم يسجد لله سجد. فدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم من المغنم، فقسم له. قال: ما هذا؟ قال: هذا قسمك. قال: ما على هذا اتبعتك. قال: فعلى ما اتبعتني إذن؟ قال: ولكني اتبعتك على أن أضرب بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. هذا رجل له قلب يعرف ما الذي يريده، هو عايز إيه. إن تصدق الله يصدق، إيه الهم اللي أنت صاحي نايم عليه تقوم به؟ فما هي إلا لحظات حتى نظروا في القتلى، فإذا بالرجل والنبي صلى الله عليه وسلم أتى فوق رأسه فإذا بالسهم لم يخطئ موضع أصبعه. هو قال هنا يبقى هي جت هنا، هو دي حاله، ده الصلة اللي هنا. إن تصدق الله يصدق، فالذي وجد في القلب الرب سبحانه وتعالى مطلع عليه، ويجازي العباد عليه وعلى وفق ما أضمر القلب، على وفق توفيق الله من خذلانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. والله صدق فعلا، صدق الله فصدقه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلق النجاة في الرجل الذي جاءه يسأله عن شرائع الإسلام، قال: 5 صلوات في اليوم. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه. ثم في الصوم شهر رمضان، ثم في الحج، في الحديث لم يذكر له حجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، وعلقها عليها. فعبر عن الفلاح والنجاة غدا بهذا العمل اللي هو الصدق. وقال صلى الله عليه وسلم وهو بين الطريق: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، الجدال حتى لو كان هو على حق، وببيت في وسطه لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فهذا الذي في وسط الجنة أصاب منزلا لترك الكذب مازحا فأصاب به. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ما قالش صادقا. فالثبات على الصدق فترة طويلة في الحديث يثمر في القلب هذا الصدق في الحال، فينقلب به صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال ابن مسعود: إن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويتحرى الصدق حتى ما يكون للفجور في قلبه موضع إبرة يستقر فيه. من كثرة الصدق وديمومته ما كان في قلبه موضع للفجور، لأن الصدق ملأ قلبه. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى ما يكون للبر في قلبه موضع إبرة. يستقر فيه. قال الصديق الأكبر: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة. فالصدق
صفة ذكرها الرب سبحانه وتعالى فقال في دينه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ونعت نفسه بالصدق فقال ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وقال سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا وقال الله عز وجل ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون قال الله وأتيناك بالحق وإنا لصادقون وقال في نبيه إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال حاكيا عنه وهو يدعو واجعل لي لسان صدق في الآخرين وقال عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وقال في يوسف عليه السلام وإنه لمن الصادقين وقال في إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان في يقول في إدريس إنه كان صديقا نبيا وقال في عيسى يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وقال في زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وقال في مريم وأمه صديقة وقال فيها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وقال الله عز وجل في المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقال عز وجل بل جاء بالحق وصدق المرسلين عن محمد صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فالصدق يورث الطمأنينة التي تورث شرح الصدر ونعيم القلب قال الحسن بن علي بن أبي طالب حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة قال صلى الله عليه وسلم في آية المنافق أربع إذا كنا فيك فلا عليك أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ذكر منها إذا حدث كذب وقال في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة وقال صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وقال أنس من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه وقال صلى الله عليه وسلم من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه وذكر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أبي سفيان عند هرقل قال ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وإن ما يصدق من أمته إلا رجل واحد أما حال الصادقين فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى نختم به غدا ونتناول شيئا من سيرهم لكن الذي أريد أن أنبه عليه ما ابتدأت به الكلام في الهم الذي يصبح العبد عليه ويمسي فهذا الذي به يتبدل حاله من الشقاء إلى السعادة ومن الكذب إلى الصدق ومن الجحيم إلى النعيم هذا في الدنيا قبل الآخرة فمن أصاب حالا صالحا من ذلك فتح له في الدنيا وعاش في النعيم الذي وعد الله عز وجل به أولياءه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.